السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ثالث أيام رمضان المبارك صور أعجبت كل الجزائريين من إحدى الإقامات الجامعية. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. نشر ناشطون على منصة الفيسبوك صور رائعة لطالبات الإقامة الجامعية هني صالح بأولاد فارس بولاية تشلف، وهن يتجمعن في ساحة الإقامة ويحفظن ويرتلن القرآن الكريم ويصلين صلاة القيامة في هذا الشهر الفضيل. وتفاعل ناشطون مع الصور المتداولة وتمنوا أن تكون هذه الأمور في سائر الأيام وليس في شهر رمضان فقط.